النصر والاتحاد التونسي، مباراة صعبة على الفريقين، ستقام الليلة بإذن الله تعالى في الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. لكن قبل ما أتكلم المباراة، خل أبارك للنصراوية صفقة ماني حتى ولو ما أعلنوا عنها إلى الآن، لكن الأمور شبه محسومة. ألف مبروك وتستاهلون، والله يا ربي يجعل عند حسن ظنكم ويتوفق معاكم وتحرزون البطولات وتعودون للمنصات ثاني مرة بإذن الله تعالى. والجماهير السنغالية على طول حتى قبل التوقيع الرسمي قاموا بإلغاء متابعة حساب بايرن ميونخ وإضافة حساب نادي النصر العالمي. من جهة أخرى، لما طرح اسم ماني للمرة الأولى النادي الأهلي كان أقرب لضمه، وكلام كثير كان من النادي الأهلي أن ماني راح يكون أهلاوي، وتواصلوا مع اللعيبة وصوروا ونزلوا الفيديوهات والكل قال أن ماني أهلاوي، لكن الظاهر أن ماني اختار أنه يلعب جنب كريستيانو رونالدو، جنب التاريخ، ما حب يضيع هذه الفرصة اللي لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر، فاختار الذهاب إلى نادي النصر السعودي. تستاهلون يا النصراوية، والله يوفقكم ويوفق ماني في فريقكم بإذن الله تعالى. ومثل ما قلت لكم الإعلان قريب بإذن الله تعالى. على فكرة اللاعب قام بإضافة حساب نادي النصر تشوفون أمامكم على الشاشة. نرجع لمباراة اليوم، النصر والاتحاد التونسي، مباراة صعبة على الفريقين، مباراة مهمة جدا، خاصة بعد تعادل النصر مع الشباب في المباراة الأولى، وفي هذاك الوقت عذرناهم. ليش؟ لأننا راجعين من اليابان في نفس اليوم اللي انتهت مباراة الانتر، من المطار إلى الملعب على طول ولعبة، ونقول ضغط، نقول تعبانين، مع أن هذا مش عذر مقنع، لكن نقول يلا ما عليه حبايبنا النصراوية ويستاهلون كل خير. اليوم ننتظر منكم المزيد، ننتظر منكم الفوز، وبالتوفيق دائما يا رب العالمين. اكتبوا لي في التعليقات في أسفل الفيديو توقعاتكم لنتيجة المباراة، هل رونالدو ورفاقه بيحسمونها الليلة بالفوز بإذن الله تعالى، أم أن للاتحاد التونسي رأي آخر، وإذا فازوا النصر من اللاعب اللي تتوقع أن يسجل أهداف الفوز، اللاعب أو اللاعبين؟ ولا تنسوني من اللايك والفولو. وأنا غير فاز بايرن والله ما جاهر ما دساجو ما نمو في إنديون ناي النصر نامتورك نامتورك.